مين بده يكون سرقه يعني؟ والله محلك يا ابو نادر يا سيدي بيجمع كل اهل الضيعه وبصفهم بالدور وبنزل فيهم فلق 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 ليعترف. سدني عك بيكون احسن. لا عاد تحكي بقى، اتطور ولا اتطور لا تخلي تفكيرك عصم الليل، كل ما دق الكوز بالجره فلقه وملقه. اليوم صار في شيء اسمه دولاب وشيء اسمه كهرباء. والله يا سيدي ما اخذنا بالدوره غير الفلاق. عرفت مين اللي سرق الختام؟ مين؟ اللي عم يركض يظبط العالم مش هيصير مختار. مين يعني؟ مين يعني؟ فهني غيره، هذا الافندي قال له دخاليش بكل دوائر الحكومة. هيك او ايوه العمى. حسون شو عم تعمل؟ عم تعمل غدا؟ كفي عمل الغدا لك هون، بنتغدى وبعدين بتروح تشحطني عادل لهون. سيدي ليش لحتى يكفي؟ ليك وعادل فشختين شحطوا قبل الغدا. خلصنا، خلص زودي لهون وانتهت مهمتك، اخراج بقى. حاضر سيدي.